يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن التوحيد لوحده لا يكفي في علاج أمراض المجتمع، بل لا بد من وعظ الناس وتذكيرهم بما يحصل في المجتمع من المعاصي والذنوب، فهل قوله هذا صحيح؟ نعم، ما يكفي تقتصر على التوحيد فقط، فلا بد، التوحيد هو الأصل والمقدم، لكن مع التوحيد تنبه على الأخطاء التي تحصل في الأمور الأخرى، تكون الدعوة شاملة لهذا وهذا. نعم.